البوستس دي اصلا على الفيسبوك بحس ان هي محبطه اكتر منها ان هي بتدي للناس امل، لان انا طب افرض انا ما بحبش، ما عايز اكل عيش، يعني هعمل ايه؟ صحيح بالظبط. فاهم حاجه، تعالي بقى اقول لك العمود الفقري بتاع الموضوع كله لده ولل 10 سنين 20 سنه الجايين، هو ان الانسان يعرف نفسه، يبقى هو فاهم كويس جدا هو قدراته فين، وهو بيعرف يعمل ايه شاطر فيه، وايه يعني. انا واحد من الناس مثلا اطلع انزل استحاله اشتغل مبرمج، ما اعرفش ما اقدرش، انا عارف قدراتي، انا ما عنديش القوه دي، ما عنديش الذكاء ده، حته ان انا اعرف اقدر اقعد بالساعات واقدر ان انا اكود واعمل، وجربت الموضوع ده كتير. خليني اقول لك مثال، وانا بدور على دراسه الماجستير بتاعتي ممكن اعمل عليه كده يعني اسقاط فيشرح لك اكتر انا بفكر ازاي. لما انا كنت ببص على كذا بروجرام في الجامعه اللي انا كنت مقدم فيها كان عندي الامكانيه ان انا اقدر بقى انقل اللي انا عايزه يعني. فلقيت بروجرام اكتر حاجه شدتني فيه ان رئيس البروجرام نفسه كان الاستاذ في الجامعه يعني، واقف بيقول يا جماعه يعني هو دخل عمل انترو سبيتش او يعني مقدمه كده 10 دقائق نهى بيها الموضوع، وبعد كده بقى الباقي كمل يعني. هقول لكم حاجه واحده بس دلوقتي، انا بكلمكم على دراسات عليا في البيزنس اناليتكس او التحليلات الاعمال يعني. البيزنس اناليتكس عدد الوظائف في امريكا اكس، وعدد ال يعني امريكا بتخرج كل سنه، قال رقم اصغر منه بمراحل، مش عايز اقول بس قد ايه يعني، بس خريجين الجامعه، خريجين الجامعه اقل بكتير من الطلب، العرض والطلب، العرض اضعاف بكتير. اضعاف من سوري الطلب، الطلب اكتر من العرض، اضعاف من العرض. فحضرتك هتتخرج من هنا هتنقي انت عايز تشتغل فين، زي بالظبط لما اجي اقول لك مثلا المبرمجين النهارده، انت اللي هتنقي، انت اللي هتنقي، بس ده مش الوضع عندنا هنا. لا هو يعني عايز اقول لك هو ده طريقه التفكير، ان الانسان لما يجي يختار هو هيروح فين، زي الجوازه كده، فانت بتختار انت تعمل، تبقى شايف هو الماركه دي هتوصلك لفين، الطريق ده هيوديك فين، هل انت رايح تتنافس مع ناس في وظائف تقليديه، ولا انت رايح النهارده في حته عليها طلب كبير جدا. وعلى فكره مش لازم تبقى جديده يعني، انا بكلم حضرتك في حاجات حصلت، الارقام اللي انا بقولها لك دي قديمه بقى لها يمكن 6 7 سنين، فممكن النهارده لما تيجي تعمل لها ابديت، انا قبل يعني قبل ما اجي كده حبيت ابص بصه لقيت ان الارقام لا، هي العرض زاد والطلب زاد، النسبه مش هي ولكن برضو نفس المشكله، الطلب اضعاف العرض. فالنهارده انت ممكن مش لازم تبقى حاجه جديده زي مثلا الذكاء الاصطناعي علشان الواحد يفكر ان هو ينقلها. انا بس عايز امسك نقطه محدده، يبقى انا جاوبت على النقطه دي وبعد كده نمسك النقطه الثانيه. اول نقطه اللي هي ان الانسان قبل ما يخش حاجه يبقى يشوف العرض والطلب بتاعها، لان هو النهارده الوظائف اصبحت سوق. بنقدر نعرف منين العرض والطلب ده؟ لا معروف جدا يعني، البيانات دي اكيرت صحيحه؟ نقدر نتاكد منها؟ النهارده كمان احنا في عصر البيانات، ده متاح على الانترنت؟ متاح حتى ولو يعني متاح، وفي الواحد بيبقى عنده فطنه يعني، يبقى شايف مثلا ان في وظائف يعني في وظائف تقليديه كده مش هتندثر زي الاطباء والمهندسين، ومش حد بس الهندسه نفسها فروعها اتغيرت، ولكن الطب نفسه بقى فيه تخصصات يعني. النهارده ما فيش حاجه اسمها دكتور عيون، النهارده في تخصصات، حضرتك بتروح الدكتور متخصص في حاجه معينه بالظبط كده. فما بقاش الوضع زي زمان. فحتى لو انت في مهنه تقليديه تقدري ان انت تبصي على الاحتياج بالظبط، هو ده المربط والفروع. لا بص انا تلميذ جيد جدا، كنت بسمع الدرس اخر مره قال لك النيد، انا سمعت انا النيد في دي مسكت انا بقى فيه. والله هو فعلا كده والله، حتى في الوظيفه بس. هقف هنا واديكي فرصه لو حبيت. دلوقتي انا يعني اعرف ناس كتير جدا جدا بيبقوا لغايه يعني الجامعه مش عارفين هم عايزين ايه، زي ما حضرتك بتقول كده، انا ببقى دخلت الجامعه بناء على ان انا اتحشرت في الحته دي عشان مجموعي ما جابليش غير ده، بس انا مش عارف انا عايز اعمل ايه، وانا بسمع الكلام ده من شباب كتير جدا. فهل دي يعني هل ده انذار بالخطر؟ لان حضرتك بتقول انا لازم ابقى عارف انا عايز ايه، لغايه سن كام اقدر افضل جيت الدنيا مش عارف ليه؟ ما فيهاش سن، لان انت عندك نجاحات كتيره جدا حوالينا، في امثله ناس ما كملتش جامعه زي ما اتفقنا الاستثناءات دي ونجحت، وفي ناس بعد ما اتخرجت واشتغلت 10 سنين و15 سنه وعمل كارير شيفت. بس تعالي بقى نقول الحل ايه. الحل ان انا النهارده بيسموها بالانجليزي اكسبوز ماي سيلف، يعني اعرض نفسي، او ان انا ابقى شايف نفس، ابقى شايف اللي بيحصل حواليا. يعني نفترض ان انا دخلت كليه نظريه تقليديه جدا وانا مش عارف عايز ادخل ايه، فمش فارق ليه، فدخلت كليه حسب بقى مجموعي، حسب ما انا عايز حاجه سهله يعني، كل واحد وظروفه يعني. فانا لما بدخل الكليه دي، هل معنى كده ان انا وقفت لحد هنا؟ لا، انا المفروض بقى عيني حواليا، ابقى شايف المجتمع رايح ناحيه ايه، الوظائف الجديده اللي بتتبدل، الدنيا رايحه فين،
لو انا النهارده ناوي ان انا فعلا اخش سوق العمل وانافس فيه وابقى اكسب كويس يعني غير كده هيبقى يعني عايز اقول ايه، انت بتحصدي اللي تزرعيه. والبني ادم بيتعرف بيعرف هو عايز ايه بالتجربه اعتقد بالزبط. يعني بالزبط. اجرب حاجه واثنين وثلاثه لغايه لما اوصل. واحنا محظوظين يعني احنا كتير قوي بيقول لك الاجيال دي مظلومه عن اللي قبلها، بس في الحته دي احنا الاجيال دي محظوظه عن اللي قبلها، لان النهارده هو المنافسه بقت شديده والعرض بقى كتير وما شابه، ولكن النهارده سهل جدا ان انت تتعرفي على وظائف وكارير باكمله عن طريق مثلا بدايه انك تاخدي مثلا دوره تمهيديه فيه او كده، بدايه تعرفي زي ما انا قلت لك مثلا موضوع الكودينج. يعني انا موضوع البيزنس اناليتكس ده اللي ما دخلنيش فيه، كلمه الراجل قالها، قال لو انت بتعرف تعمل كودينج، لو انت بتعرف انصحك ان انت لازم تقدم معانا. بس انا ما بعرفش حضرتك، انا ما بحبش ما بعرفش. انا يمكن في كليشيهات كده الحقيقه للاسف، مع ان ده شيء جديد بشكل ما في سوق العمل وفي سوق الدنيا بشكل عام، يعني